حادثة الغش الجماعي التي عرفتها بعض المؤسسات التربوية عبر الوطن في بكالوريا 2013 في مادة الفلسفة باتت تثير قلق التلاميذ، خاصة الشعب الأدبية الذين يتخوفون من تكرار سيناريو العام الماضي. نخمم إن شاء الله ما يتكررش إن شاء الله السيناريو اللي تعاود اللي كان العام اللي فات هذا العام، إن شاء الله نطلب النجاح لكاع التلاميذ. نرجو أن تكون الأسئلة في متناول الجميع، لأن مادة الفلسفة معامل 6، إذا حصل التلميذ على 10 يكون متوسط. أساتذة الفلسفة ورغم أنهم لمسوا بعض التوتر والقلق لدى بعض التلاميذ خلال الموسم الدراسي، إلا أنهم دعوهم إلى ضرورة التخلي عن مثل هذه الأفكار التي لا تخدمهم يوم الامتحان. يعني هما في بداية السنة الدراسية كان تخوف كبير على وش حدث العام الماضي، لأنهم ما قدروش يجاوبوا على الأسئلة، ركزوا على جزء منها، ركزوا على جزء من الدروس وما يركزوش على جانب آخر من الدروس. ولكن في هذا العام الدراسي 2013-2014 كي بديت معاهم العام الدراسي قلت لهم باش تنجحوا في شهادة البكالوريا لازم تركزوا على جميع الوحدات وجميع الدروس من بداية السنة الدراسية إلى نهايتها. في الحقيقة نأكد بأن التلاميذ نأكد لهم بأن هذه البكالوريا هي عبارة عن امتحان كالامتحانات التي تجرى في داخل المؤسسات التربوية، وأن مادة الفلسفة هي مادة كالمواد الأخرى، كالمواد التاريخ الجغرافيا أو الأدب العربي أو اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية أو الرياضيات. ولذلك يحتاج من التلميذ فقط التركيز في الامتحان ومحاولة قراءة الأسئلة. بين الأساليب التي اتخذتها الوزارة هذا العام لمحاربة الغش بأنواعه وتطمينات الأساتذة للتلاميذ، أيام قليلة تفصلنا عن الموعد المصيري لآلاف التلاميذ الذين يأملون في اجتياز عتبة الفلسفة بأمان.